على أهمية الدور العربي في عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب. جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث إلى المشاركين في القمة العربية 31 المنعقدة في الجزائر. وأكد بوتين في البرقية أن العالم يشهد تغييرات جدية على المستوى السياسي والاقتصادي، مضيفا أن عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية يقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام المصالح المشروعة تكتسب زخما. كما أعرب عن ثقته بأن توسيع علاقات الشراكة بين روسيا والدول العربية يصب في مصلحة الجانبين ويسهم في ضمان الأمن والاستقرار. وتابع الرئيس الروسي أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤدي دورا متزايدا في تشكيل هذا النظام، إضافة لما تمثله من تعداد سكاني يبلغ نحو نصف